السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. جيتكم اليوم وجبت لكم غراتان شوفلور وبطاطا، يجي بزاف بنين اقتصادي. راح نخدموه بدون لحوم ويجي من اروع ما يكون، يعني مكونات جد بسيطه موجوده في كل بيت. نقدروا نديروه هكذا في الفوق، نديروه على شكل غراتان، كما نقدروا نحضروه غير في المقله برك ويجي من اروع ما يكون. ان شاء الله يعجبكم هاد الغراتان. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي جيم ونروحوا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. هنايا شوفوا البنات، انا كنت وجدت كل شيء مقبل هكذا باش الفيديو تاعنا ما يديناش بزاف طويل. هنايا كنت قليت كميه تاع البطاطا على حساب افراد العائله وعلى حساب المول اللي راح نخدمو فيه. قليت هنايا 3 حبات تاع البطاطا يكونوا متوسطين، قليتهم هكذا مربعات صغيره، وراس تاع الشوفلور يكون متوسط، نقيتو مليح وفورتو. انا فورتو ليه، تحب تغليه نقدروا نغليوه، نديروا وريقه تاع الرند نخليوه يغلي، ما نخليوهش يطيب بزاف حتى اللي ينحل كامل، جوست يدخل له طياب نحيوه. وكنت ثاني حضرت لاصوص طوماط كيما راكم تشوفوا، لاصوص طوماط العاديه اللي نخدموها كامل، برك ما نديروهاش تكون ناشفه بزاف وماشي خفيفه هكذا. هنايا شوفوا المول تاعي دهنته مليح بالزبده ولا بالمارغرين، نحط كميه تاع لاصوص طوماط من تحتها ونزيد هذيك البطاطا من الفوق، يعني هكذا باش ما تجيناش ناشفه. نزيد هنايا الشوفلور نحطو كامل من الفوق. الغراتان تاعنا ما راحش نحضروه بلاصوص بيشاميل، هكذا نوزع كامل هذاك الشوفلور من الفوق بعد ما كنت فورته ودرت له شويه تاع الملح هكذا. لاصوص طوماط يعني ماذا بينا نعطروها شويه، نديرو لها شويه تاع الزعتر ولا زعتره والرند باش تجينا بنينه هكذا. نحط كامل هذاك الشوفلور من الفوق، يعني طريقه جد سهله وبسيطه، نقدروا بهذه الطريقه نحطوها في المقله بلا ما نديروه في الفوق ويجي بزاف بنين هكذا. بعد ما نحط كامل هذاك الشوفلور من الفوق نحاول كيفاش نسقمو وندخلو شويه باش ما يجيناش بزاف خارج. نزيد نحط لاصوص طوماط من الفوق، شوفوا لاصوص طوماط تاعي كيفاش راهي، ما تكونش خفيفه بزاف وماشي ثقيله باش نقدروا نمشيوها من الفوق هكذا. نزيد ندير لاصوص طوماط من الفوق باش هذاك الشوفلور يتشرب كامل وما يجيناش ناشف هكذا. نحاول كيفاش نحط له كميه تكون مليحه بهذه الطريقه، نوزعها كامل هكذا. نقدروا نخلو كميه تاع لاصوص هكذا في الاخير باش نضيفوا شويه لاصوص للغراتان تاعنا باش ما يجيناش ناشف هكذا. نوزعوا كامل ديك لاصوص، نوزعها كامل وميم طون هذيك البطاطا تزيد تشرب ثاني من لاصوص وتجي بنينه. هنايا في الاخير نجيب 3 حبات تاع البيض مع شويه تاع المعدنوس. هنايا كنت قطعت المعدنوس يكون رقيق، وراح نضيف له ربع كاس تاع الحليب، ماشي بزاف، حوالي ربع مغارف كبار، ونحط لي زيبيس. انا ما راحش نكثر بزاف لي زيبيس، نحط غير شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل على راس المغرف برك، واللي حاب يضيف هنايا الكمون، كاين بزاف اللي يديروا الكمون مع الشوفلور. هذا ما كان هنايا لي زيبيس اللي تحبوهم تقدروا تضيفوهم. راح نزيد شويه تاع الكركم، راح يعطينا لون ويعطينا ذوق ثاني هكذا. ونحط كميه تاع الفرماج بلون، الجبن ابيض ولا الفرماج اللي يكون عندنا، يعني نقدروا الفرماج غابي. نحط كميه، نحاول كيفاش نقطعو هكذا صغير هكذا، يعني حوالي ملعقه تاع الفرماج، ونخلط كلش مع بعض. نحاول كيفاش هذاك الفرماج نحلو شويه هكذا، يعني طريقه سهله وتجي بزاف بنينه، يجي خفيف. هنا اللي ما يحبش البيض البنات نقدروا نعوضوها بلاصوص فرماج، نديروا لاصوص بيشاميل بصح تكون خفيفه ونوزعوها من الفوق، يعني الثاني بهذه الطريقه راح الغراتان تاعنا يجينا كريمي ويجي بزاف بنين. انا درت هنايا البيض، يعني طريقه سهله والخف نوجدوها. هنايا نحاول كيفاش نوزع كامل هذاك البيض من الفوق هكذا، نحاول كيفاش نمشيه كامل من الفوق. هكذا نحاول كيفاش نوزعو كامل من الفوق باش يكون عنده وجه، يعني يكون شباب
فوالا بهذه الطريقه. هنايا في الاخير نجيب مغرفه هكذا ونحاول كيفاش ندير هكذا ثقوب باش هذاك البيض يعني يدخل حتى لداخل بهذه الطريقه. وفي الاخير راح نديرو شويه تاع الفرماج غابي، هنايا اختياري، نقدروا نديرو كيما نقدروا نخليوه غير هكذا برك. هكذا راح نديرو شويه تاع الفرماج غابي هكذا باش يجينا محمر من الفوق، ويعني راح يعطيه وجه يكون شباب. فوالا وندخلو للفرن، الفرن تاعي راني شعلته من قبل، يعني خليوه يسخن مليح وندخلوه، يعني كل شيء راه طايب غير ينشف لنا هذاك البيض برك، يعني هذاك البيض راح يحكم كامل هذيك لاصوص ويجينا ما يجيناش ناشف بزاف، يشد روحو غير شويه برك. كي نشوفوه شد روحو يعني نشف شويه، نشعلو له من الجهه، نطفيوه من تحت ونشعلو له من الفوق جست يتحمر شويه ونخرجوه. وهنايا الكغاطان تاعي راهو واجد كيما راكم تشوفوا، يعني جا ما شاء الله، والريحه تاعو واش نقول لكم بزاف بنينه. هنا راح نقسم معاكم شويه، يعني نخليوه شويه يبرد باش يشد روحو. شوفوا كيفاش جا، جا ما شاء الله، يجي بزاف بنين، يعني طبق اقتصادي بمكونات بسيطه، نحضروه ويجي من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش جا، يعني جا ما شاء الله. هنا في الاخير راح نضيف له شويه تاع زيت الزيتون من الفوق اللي راح تمدلو بنا بزاف هايله. هنا يعني اختياري هذه الخطوه، بصح هذا زيت الزيتون راح تمدلو بنا بزاف بزاف بنينه. شوفوا كيفاش جا، يعني كما قلت لكم طبق اقتصادي وبزاف بنين وما يشدش اليد، يعني بالخوف نوجدوه في وقفه. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي جيم للفيديو، واللي مازال مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي وصفات اخرى باذن الله. سلام.